انزل اصبع تحدي التزم فري فاير، انزل اصبع للاسفل اذ كنت قد تظاهرت يوما بالنوم وبقيت مستيقظا تلعب فري فاير، انزل اصبع اذ قابلت شخصا في اللعبة يمكن ان يصبح صديقا حقيقيا، انزل اصبع اذا حصلت على بويا باستخدام المقلاة، انزل اصبع اذا حاولت في اي وقت شرح قواعد اللعبة لوالديك فقد فشلت تماما، انزل اصبع اذا حاولت اقناع والديك بلعب فري فاير، انزل اصبع للاسفل اذا سبق لك اللعب اثناء وجودك في دورة المياه، انزل اصبع على ما اذ كنت قد لعبت فري فاير لاكثر من 8 ساعات، انزل اصبع اذا تجاهلت يوما صديقه او صديقا اثناء اللعب، انزل اصبع للاسفل اذا قمت بوضع هاتفك في الفريزر لانه اصبح ساخنا جدا، انزل اصبع للاسفل اذا كنت قد تنكرت يوما كشخصية من شخصيات فري فاير.